استخدمت توجيهات دراسه في البلاد والصحافه المكتوبه من المدير العام وتوجيهات من قطاع الاجابات الثانيه السيد هاي حسين الفضل. اليوم 14 متواجدين في اداره كهرباء المعامل ترقيه المتسلمين الموجودين هنا بلقاح وفايزر ضمن الحمله اللي تشمل كافه الدوائر الاكاديميه ضمن قطاع الابيات الثاني. ان شاء الله الحمله مستمره لتحقيق اكمال جميع المتسلمين الموجودين في الكادر. في الكادر مشكله باسم الدفاع الثلاث حامل باسم التحسين وقائد الدفاع.